ده يا حلوين كان بالنسبة للواجب بتاع المرة اللي فاتت، راجعنا عليه كله مع بعض وحليناه كله تاني اهو. طيب النهاردة هناخد مع بعض ايه؟ هناخد مع بعض الصور المتكافئة للكسور. صورة متكافئة يعني بيساووا بعض، صور متكافئة نفس الفكرة ونفس الدرس اللي احنا اتكلمنا فيه، ان انا عندي الاتنين على 10 هي هي 2 من 10، ال20 على 100 هي هي 20 من 100، دي اسمها صور متكافئة. لو خدت بالك ان الاتنين على 10 بتساوي الصورة المتكافئة ليها 20 على 100، والاتنين من العشرة دي اقدر اكتبها في صورة عدد او كسر عشري 2 جزء من 10، واقدر اكتب الاتنين ال20 على 100 في صورة كسر عشري 20 جزء من 100. يبقى ال20 جزء من 100 لو قلت لك تساوي ايه، تقدر تقول لي تساوي 20 على 100، او تساوي حتى 2 على 10، او تساوي 2 من 10، او تساوي، كل دول بيساووا بعض، كل دول صور متكافئة. يعني اقدر اقول لك ال20 جزء من 100 بتساوي 2 على 10، بتساوي 2 على 10، دي مكافئ ليها، لان ال2 على 10 بتتكتب 2 من 10، وال20 من 100 هي هي 2 من 10. تمام. يبقى انا يا حلوين لو عندي كسر اعتيادي، وعندي هنا الكسر الاعتيادي اللي هو مثلا وليكن ده 5 على 10، عايز اكتبه في صورة كسر عشري 5 من 10. طب ال5 على 10 دي بتساوي، لو هعمل نموذج نموذج المئة، هتساوي 50 جزء من 100، هتساوي 50 جزء من 100، وهي هي 50 على 100، دي هي هي دي. يبقى هنا ال5 على 10 هتساوي 50 على 100، ولو هكتبها في صورة كسر عشري ال5 من 10 هتساوي 50 من 100، دي اسمها ايه؟ صور متكافئة، صورة متكافئة. وهو ده كل الدرس. انا دلوقتي بيقول لي ظلل لتكون نموذج مكافئ، واكتب الكسر الاعتيادي والكسر العشري. انا عايزة اعمل نموذج هنا ال20 على 100، يعني هظلل ال20 على 100 بتساوي كام؟ 2 على 10. لو شلت صفر ده وشلت الصفر ده هتبقى 2 على 10، يعني هظل الجزئين بس من ال10 دول. ها، طب ال20 جزء من 100 في صورة كسر عشري هتساوي 2 جزء من 10 في صورة كسر عشري. مفهومة يا ولاد؟ يبقى أنا يا كل اللي أنا بعمله بعمل إيه؟ بقول إن ال2 على 10 لو زودت صفر فوق وهزود، لو زودت صفر تحت هزود صفر فوق وهيبقوا زي بعض. طيب ولو نقصت صفر من فوق هنقص صفر من تحت وهيبقوا زي بعض، مكافئين لبعض. يلا قولي لي كده يا شام بسرعة، نعم يا مس، ال7 على 10 ايه الكسر الاعتيادي المكافئ ليه؟ 70 على 100. 70 على 100، ممتازة. طيب لو كسر عشري 7 من 10، ايه الكسر المكافئ ليه العشري؟ 70. نعم يا مس. صح، 7 من 10 تكافئ. 70 من 100. برافو، هتكافئ 70 من 100. طب وهظلل كام جزء عندك هنا يا شام؟ 70 جزء. 70 جزء، يعني هظلل 7 أعمدة، لأن إحنا اتفقنا إن العمود الواحد بعشر، فهظلل 7 أعمدة. نسيت اطلع فوق، انا مظللتش فوق. هنظلل 7 أعمدة. بس انت بتقولي لي بقول لمين؟ بقول هنظلل 7 أعمدة كاملة. انا عايزه اقول،
اللي هنادي عليه بس اللي هيجاوب، اللي هنادي عليه بس اللي يجاوب. هي لسه ما غلطتش فوق، انا طلعت فوق. يا حبيبتي اهو طلعت والله. تمام خلاص، اظل العمودين. تمام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متأخرة ليه يا ميراد؟ النت كان فاصل. ماشي يا ميراد. خلاص خلصنا؟ خلصت يا مس أن. طيب يلا يا معاذ. نايس. قول لي يا معاذ، الكسر الاعتيادي المكافئ للتمانين على مية هو ايه؟ ثمانية على عشرة. 8/10. ممتاز، يعني هظلل 8 أجزاء من العشر. هنظلل 8 أجزاء بس من العشر. الصفحة كام؟ 108. طب الكسر العشري المكافئ ماشي. للـ80 من 100 أجزاء من عشرة. 8 أجزاء من 10. ممتاز جدا، برافو عليك. احنا كده الحاضر معانا شام، فاطمة، ميرال، مريم، أدهم، حمزة، معاذ، آدم، يوسف. هذا مس، انت ما حلتيش جيم ليه؟ هنحل دلوقتي يا جميل. يلا نكمل، كنت باخد بس الحضور. يلا يا معاذ، التمانين أكيد جزء. معاذ قال لنا ان التمانين جزء من 100 هي 8 أجزاء من 10. برافو يا معاذ. آه يلا يا حمد. نعم يا مس. يلا يا حمد. الكسر الاعتيادي 10 على 100. هيكون بدل 10 تكون 100. المكافئ ليه؟ لا يا بطل، المكافئ ليه هتشيل صفر من هنا وتشيل صفر من هنا، اما يكون مدي لك صفر فوق وصفر تحت تشيلهم، فهيكون 1/ايه؟ 10 1/10. يعني هنظلل جزء ويبقى ايه؟ 0.1. هنظلل جزء واحد ويبقى 0.1، ده الكسر العشر. طيب يلا يا فاطمة. تمام. سؤال بس نعم يا مس، يا يوسف، انا بعدين على حسب، لان في مشوار. هتخرج؟ في مشوار. ماشي حبيبي، اتفضل، ده باي باي. نعم يا مس. يلا يا فاطمة، الكسر الاعتيادي اللي المكافئ لـ9/10. 9 على 10 تبقى 90 على 100. 90/100، برافو عليكي. يبقى انا لو لقيت يا اولاد الصفر فوق وتحت هشيلهم مع بعض، ما لقيتش موجود صفار، ما لقيتش موجود صفار هعمل ايه؟ لو ما لقيتش فيه صفار هعمل، هدوس احط انا فار صفر فوق وصفر تحت، هدوس فهنا 90
عالمية، يعني هظلل 90 جزء، 90 جزء من 100، يعني هظلل 9 أعمدة. هظلل كام عمود؟ 9 أعمدة. ويبقى الكسر العشري هو التس. يلا قولي انت يا جميل، قولي يا فاطمة، كملي مسألتك. 9 بوينت. 0 بوينت. بس ينفع السؤال اللي بعده؟ حاضر يا مريم. 0 بوينت. 0.9. اي لا، 90. 0.90، مش احنا بنقول 90 على 100؟ يعني 90 من 100، مش 9 من 100. تمام. يلا يا مريومة، بس ينفع رقم زي؟ اللي نادي على اسمه يا ولية، اللي نادي على اسمه يقول. يلا يا مريم بسرعة. على 100 30 على 100. و 0.30 0.30. يعني نعم، هي 50 بتكون كده. استني، هي 50 بتكون كده، 50 كده. اه أنا كنت بحسبها كده. يلا 30، يعني هنظلل 3 أعمدة كاملة من الجزء من 100، 3 أعمدة، لأن كل عمود ب10. يلا يا آدم، آدم ايوه بس كان معلق عندي. يلا يا آدم سريعا حبيبي. ها، ال5 على 10 هي كام؟ 50 الواحد ليها 50 على ايه؟ على 100. على 100. برافو عليك، 50 على 100، يعني هظل، وخمسين من 100 يعني هظل الكام؟ 50 هظل ال50، يعني هظل ال5 أعمدة، كل عمود فيهم هيكون ب10. تمام هتجاوبي الصح تمام بسرعة. شاطر يا آدم، شاطر يا آدم. يلا يا نشوف فكرة السؤال اللي بعده. فكرة السؤال اللي بعده يا ميرال بيقول لي إيه؟ أكمل بكتابة متكافئان أم غير متكافئين؟ قولي لي يا ميرال، يا ترى 9 من 10 هي 9 من 100؟ افتحي المايك. ايه بيقول لي 9 من 10 تكافئ 9 من 100. ايوه لا بصي بقى يا جميل، انا ما ينفعش احرك حد من مكانه. يعني ايه؟ يعني ينفع حد يطلعك من بيتك ويقعد مكانك؟ ما ينفعش. فانا عندي 9 هنا، مكانها فين؟ جزء من 10، لازم تفضل في مكانها، واي ضيف يتفضل يتفضل. يعني 9 من 10 دي مكانها لازم تكون في 9 من 10. لو عايزة أجيب المكافئ ليها، الصفر بيتفضل من بره، ما بيطلعهاش ويقعد مكانها. فهمتي؟ يبقى التسعة من 100 لا تكافئ، لا تكافئ 9 من 10. أمال إيه اللي بيكافئ 9 من 10؟ 90 من 100. يبقى دي هقول عليها غير متكافئ. طيب قولي لي اللي بعدها يا ميرال، عشان كنت لسه ما شرحتش فكرة السؤال ده. قولي لي انت اللي بعدها، هل ال20 على 100 هي 2 من 10؟ عشان تعرفي تقولي متكافئين ولا لأ، اكتبيها في صورة كسر عشري زيها. دي 20 من 100 اهي، ودي 2 من 10. هل لو الصفر دخل هياخد مكان الاتنين ولا هتفضل في مكانها؟ بصي اهو، الصفر هيدخل، دخل اهو، اخد مكانها، ولا هي لسه في خانة الجزء من 10؟ هي لسه في خانة الجزء من 10، يبقوا متكافئين. طالما ما اخدش مكانها، ما طلعهاش من بيتها، يبقوا متكافئين. ها ادي 5 جزء من 10، هل هي 50 جزء من 100؟
هي هي. ايوه ليه؟ لأن هو الخمسة هنا في جزء من 10 وهنا في جزء من 10، ما خرجتش من بيتها يبقوا متكافئين، لو خرجت من بيتها يبقوا غير متكافئين. طيب يلا يا هدى. قولي لي يا هدى، 6 و8 على 100 أو 6 و8 من 100 هي هي 6 و8 على 10؟ لو عايزة تعرفي متكافئين ولا لأ، بتحطي دي في صورة كسر عشري بعلامة عشرية. 6 و8 على 10 تتكتب ازاي في صورة كسر عشري؟ كتب اكتبها ازاي في صورة كسر عشري؟ 6.8. تمام 6 و8 على 10 هي هي 6 و8 من 10. طيب هل يا ترى التمانية هتفضل في مكانها ولا حد ولا هياخد الصفر خد مكانها؟ الصفر هياخد مكانها خد مكانها، وطالما خد مكانها يبقوا غير متكافئ. متكافئين. يلا يا معاذ. نعم 82 من 100 و28 من 100 متكافئين ولا غير متكافئين؟ حلها يا معاذ. تمام. 82 هل ال 82 من 100 هي هي 28 من 100؟ معلش علي صوتك يا حبيبي. تمام غير متكافئين غير متكافئين، أكيد ده مش بيساوي ده، يبقوا غير متكافئين. أدهم، نعم 10 من 100 تكافئ 1 من 10؟ 10 و100 تكافئ 1 من 10 كده تكون غير متكافئين. يا حبيبي غير متكافئين ليه يا ولاد؟ يا ولاد طالما الواحد هنا في الجزء من 10 وهنا في الجزء من 10 يبقوا متكافئين. لو الواحد غير مكانه يبقوا غير متكافئين. هنا 4 على 100، هنا 4 على 100، وهنا 4 على 10، 4 على 100 و4 على 10. 4 على 100 تتكتب 0.04، لكن 4 من 10 تتكتب 0.4. هل الـ4 في نفس المكان ولا مكانها اتغير؟ مكانها اتغير يبقوا غير متكافئين. وانا كمان لو زودت 0 هنا للـ100 المفروض لازم ازود 0 للـ4 فتبقى 40 على 100، يبقى دول غير متكافئين. هنا 3 على 10 تكافئ 3 على 100، زودنا 0 هنا وزودنا 0 هنا يبقوا متكافئين. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب الكسر العشري المكافئ. عشان اكتب الكسر العشري المكافئ لو الكسر ما فيهوش صفر زود له صفر فيبقى 70. طب لو الكسر فيه صفر شيل الصفر فيبقى 6. صعبة؟ لو الكسر ما فيهوش صفر زود له صفر يبقى 20. لو الكسر فيه صفر شيل الصفر وتبقى 9. شام، نعم يا مس، المكافئ لـ8 من 10. يلا يا مس، 0.80 0.80. ميران، المكافئ لـ50 من 100. 50 من 100 0.5 صفر أنا عرفت. بوينت خمسة عندي صفر نشيل الصفر، ما عندناش صفر نحط صفر، بس كده مش صعبة. مريم،
المكافئ لواحد من 10. المكافأة لصفر على واحد 0.10. 0.10. حمزة، المكافئ للأربعين من 100. افتح المايك. هيبقى 0.4. 0.4. أدهم، وكمان سؤال أرجوك يا بس أرجوك يا. أدهم، نعم نعم المكافئ لثلاثة من عشرة. 3 من 10 تبقى 0.30. 30 يعني، صح، 0.30. معاذ، المكافئ للتسعة من عشرة. 0.90. 0.90. فاطمة، المكافئ لعشرة من 100. 0.1. 0.1. هدى، المكافئ لسبعين من 100. 0.7. 0.7. 0.7، صح. هنا بيقول لي اكتب الكسر الاعتيادي المكافئ، نفس الفكرة ونفس الكلام، اللي فيه صفر فوق بس وصفر ينفع تحت، احلها اللي فيه صفر حتى فوق وصفر تحت هنطيرهم مع بعض، واللي ما فيهوش صفار هنحط له صفار. يلا يا مريم. أول واحدة ألف هتبقى 6 على 10. صح، 6 على 10. برافو يا مريم. يلا يا ميرال اللي بعدها. نكون 50 على 100. 50 على 100. برافو. يلا يا هدى اللي بعدها. هتكون 8 على 10. 8 على 10، ممتازة. يلا يا آدم اللي بعدها. آدم، ايوه يا مس، معلش مس قفلت بالغلط يا مس. يلا يا آدم. ماشي، 3 على 10.